يا هلا ومرحبا بكم مع طبخة جديدة مع ودان. طبعا ما قصروا وفروا لنا هاللحمة الزينة. بنسوي مكبوس لحم. طبعا مكبوس اللحم ما يخلى من كل بيت قطري، سواء في المناسبات، في الأفراح، في الأعراس. مكبوس اللحم من العناصر الأساسية في أطباقنا، أيضا في الأعياد. رحنا ودان وما قصروا معانا، عطونا هاللحمة الطيبة الفريش ما شاء الله. الحين بنبتدي معاكم، بنعطيكم الطريقة بالضبط ايش راح نسوي. أول شيء الله يسلمكم، هاللحم اللي تشوفونه قدامكم بنحطها في جدر، ولاحظوا ان الجدر الحين ما شغلنا الضوء فيها، لان ليش؟ اذا حطينا اللحم في ماء حار ومغلي اللحم بينصدم وما بيطلع السوائل او الاسفره اللي احنا نبيها. فما شاء الله اللحمه فريش وما ظنيت راح تطلع اسفره او سوائل وايد. لاحظوا بنحط الموزات من الحين، وعندنا الله يسلمكم باقي البهارات الموجوده اللي راح نستخدمها في ماء الفور. عندنا اعواد الدارسين او القرفه، عندنا الله يسلمكم ورق الغار الناشف، عندنا المسمار، الهيل واللومي الاسود. هالاشياء اللي راح تنحط في البدايه معانا في ماي الفوح. بعدها الله يسلمكم العيش راح نغسله والنقعه، وعندنا البصل وعندنا الطماط. شغلنا الضوء، مثل ما تشوفون اللحم موجود قدامنا، راح نحطه 10 دقائق لين ما ينفاح. بنشيل اسفرته، طبعا لحمه الموزات تتميز انها ما فيها اسفره وايد. بعد 10 دقائق بنشيل الاسفره وان شاء الله، وراح نتابع معاكم باقي الطبخه. بعد مرور ربع ساعة ما شاء الله نشوف لحمتنا تبارك الرحمن ما ظهرت اسفرة معانا وايد. الحين ايش بنسوي؟ راح نحط البهارات الصحيحة. ورق الغار، طبعا الاوليين ما كانوا يحطون ورق الغار. ورق الغار الحين اغلب ما شاء الله بيوتنا قاموا يحطون ورق الغار، لانه ميزته يسحب الدهون الثلاثية من اللحم، وعندكم الله يسلمكم يشفط اسفرة اللحم. فمن الاشياء الحلوة الحين تنحط عندنا في مرقة اللحم الفلفل الاسود. بنحط كذي حمشة صغيرة اللي يحب يزيد عشان المكبوس يكون معاه سبايسي براحته. 4 ولا 5 حبات هيل مثل ما تشوفون. عندنا شوية مسمار، البعض يقول له قرنفل، احنا نقول له المسمار. تقريبا عود واحد من الدارسي، او بنحط عودين. بعدها الله يسلمكم عندنا البزار مالنا او البهارات مالتنا، بنحط تقريبا نص قبشة. عاد انا تعودت ان اكون بالعين، خلاص تعديت مرحلة القباش. بنحط تقريبا قبشة في ماي الفوح، وبنحط الله يسلمكم تقريبا نص قبشة من الكركم. لاحظوا ما راح نحط الملح من الحين، بنحطه اخر 10 دقائق من طبختنا، لان اللحم اذا جاس الملح من الحين اللحم راح يتفتش عندنا وما راح ينطبخ معانا. الحين بنخليه تقريبا مثل ما قلنا ربع ساعة لين ما نسوي الحمسة مالتنا. الحمسة مالتنا نفس الشيء بعد طريقة الأوليين، طريقة قديمة كانوا يستخدمونها شيباننا وعيايزنا. نخلي اللحم ينفاح ونبتدي مع بعض في طريقتنا القديمة. راح ناخذ الله يسلمكم البصل، وراح نحط تقريبا حطيت بصلتين، والطماط تقريبا طماطتين بعد. عندنا هنا الله يسلمكم هذه 3 قباش بزار. العيش الله يسلمكم عندنا كيلة ونص عيش، راح احط عليه 3 قباش بزار. تقريبا قبشة كركم، وما يحلى المكبوس الا بلمعته. راح نحط الله يسلمكم من الدهن مع السمن، انا خالطهم مكسيميل، تقريبا 4 فنايل. والحين نمرد هالمكونات كلها يمين. لاحظوا مثل ما تشوفون تهرسون البصل مع الطماط. البعض يحب يحط الكزبرة الخضراء، احنا نقول الجلجلان الخضر. حالات المكبوس بنكهة البصل والطماط واللحم، ما نزيد عليه بهارات زيادة. في البعض يحب يحط الكزبرة مثل ما قلنا، يحب يحط البهارات الهندية مثل نجمة اليانسون. انا لا، ما احب هالبهارات، احب يكون على عدالة مثل ما تشوفون. نمرد البصل، يبي له بعد رشة زيت. ردي ما شاء الله لحمنا ناضي، ما راح انطر عليه 10 دقائق ولا ربع ساعة. راح ننزل هالمكونات كلها على ماء الفوح. هذه هي طريقتنا القديمة في المكابيس. الحين الله يسلمكم بنسكر على راس الجذر من نص ساعة ل 45 دقيقة لين ما اللحمة تنضى معانا. بعدها بنحط العيش.
مر على لحمتنا تقريبا ساعة إلا ربع ما شاء الله، وذبلت معانا مثل ما تشوفون. الحين ناخذ لها فرة كذي، شوف الحمى ما شاء الله لونت معانا. الحين اتعزت الملح، الملح انا بحط تقريبا قبشة ونص، ناخذ لها فرتين. ايش بنسوي الحين؟ بننقل اللحم في جدر بروحه، نخليه يطبخ بعد زيادة، وبننزل العيش بعد ما غسلناه ونقعناه. ما شاء الله الحمى ذبلت معانا مثل ما تشوفون. نحط العيش المنقوع، نعطيه حركة بسيطة عشان العيش ما يتكسر معانا. 5 دقايق بنعاير الملح، إذا محتاج ملح زيادة راح نضيف إن شاء الله، وبنخف على المرقة بنصبها على العيش. بعد ما حطينا العيش المنقع هتشوف ان المرقة بزيادة ما شاء الله. بعد 5 دقايق بنعاير الملح، بنشوف نسبة الملح شلون صارت معانا، وبنخف من المرق بنحطه على اللحم. بنجيكم بعد 5 دقايق ان شاء الله. عاد الحين جات اللحظة اللي كلنا ناطرينها، اللي هي لحظة النشاب. ما شاء الله العيش خذ راحته وانطبخ معانا زين ما زين. بسم الله وننشب. لحظة، وحبة العيش شلون ما شاء الله ناضية ومستوية. هذه هي الموزات ما شاء الله، مثل ما تشوفون بعد ذبلت معنا ما شاء الله. واخر شيء عندنا الطماط، ننزله على العيش. وبكذي خلصنا معاكم احلى مكبوس لحم على الحمة الموزات. ما قصروا ودام رايتهم بيضة على هاللحم الطيب اللي عطونا اياه، سوينا مع بعض مكبوس الموزات، وفالكم طيب ان شاء الله في حلقات جايه.